مكملين معاكم اسحب انرجي و92 رقم الاس ام اس. وزي ما قلت لكم وعدتكم النهارده حلقه خاصه وخد فكره يعني شيقه جدا 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 عن شله ليبوم. خلينا نستقبل ضيفنا ونقول صباح الفل استاذ هشام الخيتشن. صباح الهنا. صباح الخير. ايه المواعيد المظبوطه قوي دي؟ بحاول. ايه الدقه دي؟ هندسه وكده صح؟ جاي من الحته الهندسيه؟ لا جاي من حته الالتزام عموما يعني. عامه انا بحاول اكون ملتزم. حضرتك شخص نشيط اصلا. انا عارفه. ممكن اجي لك 5:30 المره. يا سلام يا سلام. انا سعيده جدا طبعا ان حضرتك لبيت النداء النهارده وجيت. انا كنت احب جدا ان احنا نبقى موجودين مع بعض عشان واحنا بنناقش الروايه ما بقاش بقى عبر زوم وعبر الحاجات تعبنا. عملت ايه في الحظر الفتره اللي فاتت؟ التزمت تماما. واضح انا عارفه التزام تام. طب وعملت ايه بقى مع صدور شيله ليمون يعني في الحظر ده؟ كان مختلف وحضرتك عملت كانت مختلفه. زي ما اي زي حياتنا كلها مختلفه طبعا. بس هو المهم اللي حابب اقوله ان انا ما عنديش روايه بتبقى روايه وصدر غير لما نعمل الانترفيو انا وانت. ايوه ده شرف ليا جدا كده. هي طلعت رسميه. اي يا حبيبي والله ربنا يخليك. عملت مناقشه اونلاين. عملت كذا مناقشه اونلاين اكشلي 2 أو 3. ده علشان نجاري الظروف والحاجات وكده كان لازم. والله كمان كانت اكتشاف بالنسبه لي. انا عمري في حياتي ما يعني ما كنتش بفهم حكاية فيسبوك لايف دي ولاقي ناس طالعة بتتكلم. وبعدين جربتها مرة والتانية والتالتة ولقيتها لطيفة جدا. نايس. طيب النهاردة هنتكلم عن رواية عظيمة جدا ومحققة مبيعات خطيرة ما شاء الله. دخلت المكتبة لقيتها في وشي الحمد لله. وجميلة جمال يا جماعة. أنا بقالي كتير ما استمتعتش برواية كده لأنه الحقيقة إن هي رواية تبدو بسيطة ولكن التفاصيل عميقة جدا. تفاصيل الشخصيات عميقة جدا وتشابكهم في عمق سلس كده بيقول عن طبقة من الطبقات محدش دايما بيتكلم عنها لأنها عادة ما بتبقاش مغرية بتفاصيلها. بس تفاصيل القصة دي مغرية جدا 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 وزي ما قلت تبدو سلسة وتبدو سهلة ولكن كل شخصية عندها أبعاد تاريخية وعندها عمق مختلف وعندها تصدي مختلف. فأنا عشت مع شيله ليمون بشكل رهيب يعني. وطبعا طبعا 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 عندي إحساس قوي إن حضرتك عشت القصة دي. وهنتكلم في ده طبعا. عندي إحساس خطير من كتر يعني الوصف اللي في القصة. بس زي ما احنا متعودين في خد فكرة دايما بنبتدي بالغلاف عشان اللي ما قراش. واللي قرا طبعا ابعتولنا على 92100 او شاركونا على الفيسبوك فان بيج على البوست يعني. وطبعا الكوفر بيعبر تماما عن فكره الغلاف ومش هتفهم ده غير لما تقرا. بس هي عباره عن كوتشينه وفي الظهر بقى بنشوف 7 أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد لأطول من 30 عاما منذ تزامنوا في المدرسة الشهيرة بحي الزمالك. مهما فرقتهم الأيام لم يفوتوا على الأقل لقائهم السنوي ليلة رأس كل سنة في شقة أحدهم بعمارة ليبون المطلة على نيل القاهرة الخالد. ليلة رأس السنة 2010 مختلفة حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبرى. وسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف على حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته لعبة واتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة. حاجة يعني تبدو ما بقول لكم القصة تبدو إيه أصحاب بيلعبوا بس لا الموضوع مش كده خالص يعني. خلينا ناخد فكرة أكبر وهستقبل أسئلتكم على 92100 وعلى الفيسبوك فان بيج NRJ Egypt. هتلاقوا البوست تقدروا تكتبوا كل الكومنتس وكل الأسئلة وهيا بينا. مكملين معاكم 92100 رقم الاس ام اس ومستنيين اسئلتكم. للي قرا الروايه واللي لسه ما قراهاش برده ممكن تسالوا عادي جدا وهنجاوب على قد ما نقدر. النهارده بنناقش روايه شيله ليمون اللي هو اول ما نفتح الكتاب خالص كده خالص 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 بعد الشكر وبعد الحاجات الحلوه دي هنلاقي جمله مهمه جدا جدا جدا. الحياه هي ما نفعله بما اختاره لنا القدر. دائما وابدا روايات حضرتك فيها شق قدري وفيها شق
شق صوفي كده وفيها فيها لمحات كده بتبقى ظريفة جدا وفيها تاريخ دايما. يمكن التاريخ في الرواية دي محشور كده في وسط كام حاجة ليها علاقة بتفاصيل الشخصيات، بس الموضوع هنا أكتر اجتماعي ومجتمعي، وبيتكلم عن طبقة معينة زي ما قلت محدش مش ناس كتير بتعرف تتطرق لها بدون كليشيهات خلينا نقول، وفيها جرأة مهذبة جدا يا أستاذ هشام. أنا مش مصدقة حلوة جرأة مهذبة، جرأة مهذبة فيها جرأة طبعا، فيها فكر جريء، ولكن مفيش أي خدش حياء مثلا، في تهذيب رهيب يعني للغة وللوصف وكل حاجة. وفي نفس الوقت أنا بحب وصف حريق جدا وسميته قبل كده الإدريسي النزعة، يعني من كتر ما هو في وصف دقيق لكل شهادة جامدة جدا. هتكلمنا في ده قبل كده. وبحب التفاصيل بتاعت حضرتك بتاعت وصف كل شخصية، وصف المكان عشان نحس إن إحنا موجودين فيه. شلة ليموم أعتقد إنها تجربة مختلفة بالنسبة لحضرتك، فعايز أعرف زي ما حضرتك كاتب في الرواية كده دائما ما يسألون الكاتب أول حاجة من أين جاءت لك الفكرة. البوكر لعبة البوكر لعبة البوكر مش لازم نروح نلعب، أو دلوقتي ما بقاش هنقعد على ترابيزة ونراهن وحاجات كده، هي لعبة موجودة على المنصات الإلكترونية وهي من أشهر اللعبات على المنصات الإلكترونية بالمناسبة، ومن غير رهانات ومن غير فلوس عشان ما يبقاش رهان. لكن فأنا بدأت ألعبها على واحدة من الجيمز يعني الإلكترونيك جيمز، وأنا بلعبها ابتديت ألاقي التشابه الرهيب ده، لأن أنتي وأنتي بتلعبي بوكر أو أنا هي بوكر زي أي لعبة كوتشينة فيها ألمنت بتاع الحظ، بس ما هوش أهم ألمنت، مش زي الألعاب التانية في الكوتشينة، لكن هي فيها استراتيجي، فيها تفكير، فيها بلافينج، فيها أن أنتي ما يبقاش معاكي ورق وبرضو تكسبي. فابتدى يبقى يتكون جوايا فكرة ان هي تشابهها جامد قوي مع الحياة. طبعا ترددت كتير جدا عشان اكتب كتاب عن لعبة مرتبطة في اذهان الناس كتير قوي بالقمار، دي طبعا كانت مخاطر، بس في الاخر قررت اكتبها وعوضي على الله. انا عايز اعترف ان انا مثلا ضايعة في اي لعبة كوتشينة، اي حاجة فيها مش ارقام مش مفروض تفهميها. بالظبط بالظبط، هي رواية بقى على قد ما هي فهمتني اللعبة وعلى قد ما هي فهمتني تفاصيل كمان ما خدتش بالي قبل كده منها في كوتشينة وشرح الكوتشينة وفكرة الارقام دي جاية منين وهكذا، الا اني عشت بقى مع كل التفكير الفلسفي اللي ما وراء لعبة البوكر. هو الحقيقة كان التحدي، ويمكن انا دلوقتي لما ببص في حتة على الكوتشينة دي وتاريخ الكوتشينة دي مهم، وفي حتة على البوكر نفسها والقوانين بتاعتها، هي two paragraphs. انا شايف ان انا لو شلتهم الرواية هتمشي، يعني لو التو paragraphs بتوع شرح القوانين البوكر الرواية هتمشي. وكان في تحدي في فترات فكرت ان مثلا او محطت في الاخر قوانين شرح ما هي جت كده، لا ده كده احلى حاجة، هي كده احلى ومش محتاجة حد يبقى بيعرف يلعب اللعبة. بالضبط بالضبط. طيب 92 رقم الاسمس، البوكر فيس في اللعبة دي هو البطل، لان دايما نقول بوكر فيس، بوكر فيس هو البطل في هذه الرواية اقصد. وخليني اقول لكم برضو انه لعبة البوكر بتمثل ايه يعني عند الاستاذ هشام من خلال الرواية بتاعته. اللي كان بيشرح، انا مش هقعد بقى ايه احرق الرواية عشان تقروها يعني، بس اللي كان بيشرح اللعبة عمو يسري بالظبط كده، عمو يسري قال انكل يسري مفيش حد بيكسب على طول، ساعات هيكون في ايدك ورق واثق انه كسبان، هتتفاجئ بورقتين اقوى بكتير من اللي في ايدك، من في ايد اللي بيلعبك، احيانا هتغامر وهتكسب، المرة اللي بعدها هتغامر وهتخسر، الدنيا مغامرة بس ما تغامرش بكل اللي معاك، دايما سيب حاجة للي مش محسوب، في لحظة هتعتقد انك انتهيت فتلاقي ورقة جديدة بترجعك اقوى من الاول، اتفائل دايما بالورقة اللي جاية، واوعى يوم تتخلي اليأس يغلبك، بس افتكر ان قلبة الورقة اللي رجعتك كسبان في قلبة تانية ممكن تقوي اللي قصادك وتخسرك، فكر في كل الاحتمالات، ما تبتديش تحتفل قبل الاوان. ودي من اهم الحاجات اللي موجودة ومن اهم القواعد، اهم بقى من شرح البوكر نفسها والاوراق وهكذا.
مكملين معاكم. عايز اصبح على الكاتب الجميل محمود رضوان بيسمعنا وبيقول ايوه الله بقى. صباح الفل عليك يا محمود. وفي كمان من على الفيسبوك فان بيج محمد طه ابو يوسف وعبد الرحمن محمد على عفة وليد مسعد وماري روز فيليب بتقول لك great listening to you هشام, the book is amazing, keep impressing. والانويهي طيب احنا مكملين معاكم ولسه بنتكلم عن شلة ليبون. اللي الحقيقة اللي الحقيقة يعني وحالك ما خلتش في نفسنا حاجة وبرضو ادت لنا نبذة عن مفعش يعني مفعش مهندس يعدي كده من تحت التفاصيل دي عن العمارة اللي احنا بنتكلم عنها اصلا, وصف دقيق للفكرة وتاريخ العمارة والمعماري اللي عمل العمارة وتعملت ازاي العمارة وبعدين سكنها مين وهكذا. ده كان برضو جزء من اختيار يعني هل اخترت فعلا العمارة تعبيرا عن الطبقة اللي هتتكلم عنها ولا خلينا ابتدي ان انا اخترت الحي. انا اخترت الحي. الزمالك ماشي. ومنروح الزمالك هي اشهر عمارة في الزمالك هي عمارة ليبون. اوكي. يعني هي بتمشي كده خطوة ورا التانية. ماشي. انا كمان اخترت الزمالك لان انا من الزمالك وكنت عايز احكي على فترة في الزمالك وكده. اوكي. لا ما واضح. يعني انا قلت لك هو واضح يعني في بصمات واضحة جدا جدا جدا. بس احب اعرف بقى يعني حتى برضو لو اي حد بيسمعنا لاول مرة يعني دائما وابدا بتقعد تذاكر للروايه بتاعتك وتاريخيا بتجيب احداثها والاماكن حتى في كذا مكان مذكور في الروايه في كذا حد سافر كذا مكان التفاصيل المكان بعيدا عن وصفه سواء ببروده في السويد سواء بمناظر خلابه في برشلونه وكذا بس برضو طول الوقت في لازم تعدي كده متحف اقدم متحف اقدم كاتدرائيه وهكذا لازم التفاصيل دي تعدي. حضرتك بتبقى دي حاجات في مخزونك بتكتبها بتشوفها بتعدد موقف الحدث ولا بتبقى عاملها الاول زي بروفايلنج لما لا لا تريد ان تتحدث لا لا عنه؟ لا 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 احنا يعني انا وانا بكتب بحط الحاجات دي دايما ببقى شايف ان هي بتخدم اللي انا بكتبه. خلي بالك هي الكتابة هي محاولة فيجوالايزنج جوه ذهنك. صحيح. فكل ما بقدر ادي تفاصيل بالمعقول لان في لو كتبت تفاصيل زيادة هفقد الخط الدرامي بتاعي لكن تفاصيل بالمعقول بحيث ان اللي بيقرأ يبقى شايف معايا شايف بعناية وهو اللي بيقرأ شايف بعناية بيفكر بمخه وبيشوف بعناية. فعشان كده بيبقى فيه الحاجات دي دون اسهاب ملوش لازم. اوكي. طب ما تدينا نبذة كده انا شخصيا عن عمارة ليبون. اوكي خديني انا ممكن اديلك نبذة من غير ما اقرا هو مش عايز تقرا من الرواية ماشي. هو احد ابطال الرواية بيقول ان هو تخيل المهندس معماري انطون سليم نحاس جالسا في مكتبه في انتظار موعده مع الثري المعروف الخواجة شارل ليبون. هقف هنا لان دي مش مكتوبة ده نموذج للاسهاب. انا هنا قلت شارل ليبون فبسيب القارئ اللي عايز يعرف زياده يقدر يعرف يخش يعرف. شارل ليبون ده صاحب اول شركه كهرباء في مصر. اوف. ابتدى في اسكندريه بالغاز ثم الكهرباء في او عيلته يعني في وقت الخديوي اسماعيل ثم خد القاهره كمان ككونسيشن. نايس. كان المعماري الكبير على علم بالموضوع الذي يريد ان يتحدث فيه معه. سيطلب منه رسم مشروع البنايه لقطعه الارض المطله على نيل الزمالك والمجاوره لحديقه الاسماك. كده احنا قلنا فين العمارة بالظبط. حتى لو مش عارفين هي فين عرفنا هي فين. انطون نحاس كان اهم اسم في مجال الهندسة المعمارية في مصر. تخرج في الفرير ودرس العمارة في باريس وعاد الى مصر ليقترن اسمه بمشاريع عدة اشهرها كنيسة قصر الدبارة ونادي الصيد المصري وعمارة اللواء بل وبتوسعات مدرسة الفرير ببالي. انترستينج. فعلا انترستينج. اول مرة اعرف انه نفس الشخص هو عمل نفس كل الاماكن دي يعني. 92 رقم الاسم هكذا تعودنا على هشام الخشن دايما وابدا بنعيش قصه بس لازم ناخد معلومات كده مهمه وحقيقيه وثريه جدا جدا. مكملين معاكم مكملين معاكم 92 رقم الاسمس. حد بيقول اسم روايه ايه ونلاقيها فين؟ تلاقيها في مكتبات طبعا. عادي جدا هتلاقيها في وشك يعني اول ما تخش اي مكتبه. واحنا بنتكلم عن شلة ليبون لهشام الخشن لو يعني عايز التفصيل الممله. في حد بيقول I'm not a reader but will get the book as I used to play Texas Hold'em.
ذا مارك وبيقول جيت جريت راديو فويس مستر هشام. من بكره. ايوه يلا بينا ارجوك. طيب انا هبتدي بقى ايه لحظه الزنقه. وهات له عليك سطور كده وتقول لي هل الكلام ده ايه للسبايسز وبتحيرنا اكتر ولا ايه؟ السؤال الذي يطرحه قارئة حين يلتقوني في الندوات، من أين جاءت فكرة الرواية؟ لو استطعت، ده طبعا إبراهيم اللي هو أحد أبطال رواية شلة ليبون اللي بيتكلم، وهو الروائي اللي موجود في الرواية دي، قال لو استطعت لدعوتهم جميعا ليشهدوا هذه اللحظة هنا تكتب رواية نفسها دون أن تكتب الرواية نفسها دون أن يجهد كاتب قلمه. كلما أمنعت النظر في تفاصيل المشهد رأيت عناصر رواية متكاملة تشخص أمامي، سبعة أدميين يجمعهم تاريخ مشترك، شخصياتهم متباينة، ولكن منهم قصة ذات خيوط تتشابك مع قصة أخرى لشخص آخر. تملكتني الفكرة وبدأت أفكار والمشاهد تتوالى في ذهني، ولم أعد أفكر في البداية ولا شغلتني النهاية بقدر ما سيطرت علي الرؤى لكل خطوط الدراما وكيف ستسردها كل شخصية من وجهة نظر مختلفة. عجبتني فكرة أن أكون شخصية حقيقية في أحد رواياتي، وبالطبع سأمزج شخصية الكاتب بكثير من الغموض وسأطمس أي وصمات تربطها بشخصي أكثر ما أثرني وعجبني في نفس الوقت، أنني سأقص حقائق عن شخصية الكاتب لا يعلمها سواي وربما آخرون لم يعودوا أحياء بيننا. أخيرا سأستطيع أن أحكي أحداثا منعني منها خجلي أو خشيتي من اهتزاز صورتي التي رسمها لي القارئ والمريد. أفهم من كده إيه يا أستاذ هشام؟ لا ده تفهمين كده إبراهيم ده اعتراف؟ لا هل إبراهيم هو هشام الخيشن مثلا؟ لا بشكل أو بآخر؟ خالص بالعكس، إبراهيم يمكن حتى كتير من القراء شايفين ان انا اكتر واحد دايس عليه، يعني مطلعه مش عشان كده، عشان ما هو حضرتك قايل في الباراجراف ده انت هتعمل شويه غموض وهتعمل شويه تنويهات عشان ما نربطش الدنيا. لا خليني اقول لك بس حاجه مهمه، ان لو احنا كل، لان ده سؤال بيبقى ملح عند قراء كتير، لو كل كاتب كتب كل مره عن شخصيته هو او عن شخصيه حواليه هيبقى بيكتب بايوجرافي، هيبقى كل مره بيكتب سيره ذاتيه. اوكي. ال- 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 الشطاره والابداع ان انا اخلق شخصيات. ابراهيم نموذج لشخصيه شفت اجزاء منها في مجال الكتابه للاسف، شفت التركيبات دي. اوكي. فحبيت احكي عنها. خطيرة عامه تركيباته خطيرة جدا. بس هو خلي بالك، هو رغم ان هو فيه الجزء السيء في الكاركتر بتاعته بدون منحرة، هو فيه اجزاء كويسة جدا فيه. يعني هو راجل برضه تعب وصعد ومبدع ومعترف بمشاكله، معترف بمشاكله، هو معترف بمشاكله مع نفسه لكن مش بيصرح. مش مهم ان هو يعترف بيها قدام نفسه، ده راجل يعني متزن في وجهة نظري. بصي انا اقول لك حاجة، هو اللطيف ان انا في كل رواية بيبتدي اول سؤال هو ده انت تقصد انت او ده تقصد ده مباشر قوي بقى الباراجراف ده مباشر قوي. انا فضلت لغايه الباراجراف ده الحقيقه فضلت حاسه انه اكيد دول صحابك او انت عشت هذه الاجواء اطلاقا، ولكن لحد الباراجراف ده قلت الله. لا. على فكره ولا كاركتر من دول حقيقيه، ولا حدث من الاحداث دي انا مثلا تعرضت له او حد حاجه لي، لكن هي دايما بتبقى تركيبات. يعني الحته دي سمعت عنها في حته، ممكن اركبها على الشخصيه دي المره دي. الشخصيات نفسها بتبقى عباره عن زي كده لما بتيجي تبني مبنى طوبه فوق الطوبه، ففي طوبه من الحته دي وطوبه من الحته دي وبتتكون بيها الشخصيه. انترستينج. 92 رقم الاس ام اس، اسئلتكم بسرعه جدا، والفيسبوك فان بيج كمان هبص بصه. انا مش عارفه اعمل فيكي ايه، في يا جماعه دبانه في الاستوديو لازم تمشي عشان بس نبقى واضحين، مضايقانه كلنا، فانا مش عارفه اعمل فيها ايه، هروح اتصرف وارجع لكم تاني على طول. مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس، وصباح الفل عليكم. وخلينا بقى ايه نتكلم عن شلة ليبون ونرجع لها تاني. استاذ هشام اتفضلي، لو سالتك سؤال بقى، ايه المختلف عن شلة ليبون في كتابتها وتحضيرها عن الروايات الاخرى؟ الروايات الاخرى برضو كان فيها سفر اكتر، كان فيها معلومات اكتر مفروض تتجمع، براجماتية اكتر، يعني هنا برضو الموضوع في انسانيات. انا كقارئة حاسة بده،
انه في توغل وتمعن في الانسانيات والعاطفه اللي ما بين الاصدقاء ابطال القصه. حضرتك بقى ايه اللي كان مختلف في الكتابه وفي التحضير؟ والله انا بالنسبه لي في الكتابه كان في حاجتين مختلفين اساسيين بالنسبه لي اول مره عشتها مبدئيا. احداث عشت يعني اعوامها. طبعا ما هي دي فتره في حياتي. لكن في التكنيك نفسه ان واحد ان اول مره الحوار يبقى كله بالعاميه. يعني انا السرد بالفصحى وعملت الحوار بالعاميه وعملت ده قصد. لان ما كانش ينفع ما بين الاصحاب ان هم يبقوا بيتناقشوا بالفصحى، كانت هتبقى تقيله شويه. ويمكن ده برضو مغامره شويه لان في بعض الناس بتنتقد حته ان الحوار يبقى بالعاميه، بس انا لقيته قريب من القلب اكتر. الحاجه الثانيه طبعا كانت، وده كان قرار خد وقت ورايح وجاي واتكتبت حاجات وتعادت، كانت حته الاصوات، ان كل واحد 7 اصوات في روايه 250 صفحه كل واحد بيحكي الجزء الخاص بيه. دي كانت صعبه جدا بالذات ان عشان ابقى انا راجل شاطر القارئ لازم يحس بفرق ما بين كل صوت، مش مجرد ان انا بقول زهره اللي بتحكي فيبقى يا زهره، لا لازم صوت زهره يبقى واضح، هشام اللي بيحكي يبقى صوت هشام يبقى واضح. وارجو ان انا اكون نجحت في توصيلي جدا جدا جدا. طب من ضمن يعني قبل ما نخش على النقطه اللي انا كنت عايزه اتناقش فيها، من ضمن بقى حضرتك ذكرت اللغه العربيه والعاميه، ليه مش الحاجات اللي بتتكتب بالانجليزي او بالفرنساوي مش بتكتبها زي بقيه؟ يعني ده سؤال حقيقي، ليه ما يعني ليه لما تقول قصة أغنية مثلا بالإنجليزي وتترجمها أو اسم مكان أو اسم شخص جون ترافولتا مثلا، يعني ما بتكتبوش بالإنجليزي وبالعربي زي ما احنا متعودين في الروايات؟ أنا ما بحبش كده. أنا يعني أنا عندي مشكلة ما بحبش أقطع. أولا اللغة العربية حروفها جميلة جدا وفيها فما بحبش أقطعها بلاتين لاترز. بحب قوي استخدم الفي العربيه اللي هي الفيه بثلاث نقط والبي أيوة. العربيه البيه بثلاث نقط، لكن ما بحبش اكتب لاتين لاترز. فما اعرفش اجرب مره الجايه. لا 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 بالعكس، ده سؤال شد انتباهي وانا بقرا، لانه يعني سوري لانه تفاصيل القصه وابطال القصه هم بايلينجوال برضه، هم طبعا يعني انا ما اعرفش هم ما تحددتش المدرسه اللي في الجزيره بيتكلموا انجليزي ولا فرنسي ولا، بس هم يعني من طبقه بتتكلم لغات وبرضه الوصف يعني مدرسه انجليزي مدرستي انا، هم مش من مدرسه هنروح ونرجع والله ما من المدرسة. انا سعيده بده، بس انا كنت بوصف مدرستي انا مدرسه بورسعيد اوكي فبالتالي كنت عشان اريحك افضل الف وادور مالي بتحومي يعني. ايوه طبعا افضل الف وادور لاني حاسه جدا جدا يعني. طيب بس طب هسألك سؤال تاني بشكل بشكل مباشر. هسألك نفس السؤال بس طب الشخصيات اللي موجودة يعني اكيد مرت بي، يعني اكيد شفت والله هقول لك عايده شفت يعني هدى. هقول لك حاجه، هو هوعدك انت والقراء ايوه، انا لو امين صاحبي هاخد منه 2% من فلوسه ومش هتشوفوني تاني. انا عايش مبسوط جدا ما اعرفهمش بس يعني خلينا نقول ان هم اتعمل لهم موديل على ناس، مش هقول بس مثلا في انا ليا اعرف وصديقه عزيزه فنانه فوانا بكتب هدى كانت هي في ذهني بالظبط، يعني بس مش قصتها ولا هي عملتها ايوه مش قصتها بس مقتبس يعني او شايفها ممكن هي اللي تبقى بتاع موديلنج اراوند هير اورايت اوكي. طب ليه بسال السؤال ده؟ لانه الحقيقه برضو يمكن انا ما عشتش ظروف وتفاصيل القصه ولا فاهمه مثلا خالص حجم اي مستثمر ممكن يعمل ايه وكده. الموضوع في الروايه دي مش حاساه واقعي وحاساه مكتوب، يعني بيكتب تفاصيل انه يا زهرة عشان انا كاتب شاطر، عشان انا كاتب شاطر قوي انا بقول للناس يعني بشجعهم اكتر بفهمهم اكتر يعني بفهمهم ايه اللي جامد قوي قوي في الموضوع، انه الموضوع مش حاسس ان هو مفتعل. ازاي حد جاب فلوس وعمل شركه ومدروس جدا ومكتوب كانه بايوجرافي كانه ما انا هقول لك ليه، لان انا مثلا حذر جدا 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 في الاوفر دراماتايزنج، يعني بخاف اللي هو بخاف حد مثلا اوصفه بيعيط كتير او بينهار وبيقع، بخاف من الحكايه دي. ف
يمكن ده بيخليني اقرب للواقعيه يعني. فالناس بتحس ان هو يعني، انا هقول لك حاجه، طبعا من اسعد لحظات حياتي حتى في حدث في برلين، من اسعد لحظات حياتي لما كنت بتسال هي الشخصيه دي لسه موجوده، لا هي ما كانتش موجوده عشان تبقى لسه موجوده، ودلوقتي انا بتسال نفس السؤال. اصحابك موجودين؟ يعني انا هقول لك حاجه من ضمن الحاجات اللطيفه جدا، كان في حد على فيسبوك دخل وراح كتب كومنت على بوست عندي يعني ان دول شلة اصحاب هشام وهو كتب قصتهم، فانا رديت عليه فقلت له مين اللي قال حاجه كده؟ لا دي، فقال لي لا لا انا متاكد. فهو متاكد، انا عارف كمان مين، انا اقول لك بالاسامي مين. وشخص ما اعرفوش وهو مصر، ف دي عظمه. ده في حد ذاته عظمه. مره جايه هقول لك حاجه، بكره الساعه 9 هجيب لك السبعه واجي. ماشي انا موافقه، هقعد بلعب معاكم. بس خلي بالك انا قلت لك هجيب لك السبعه، يعني انا مش فيهم. اوكي انا نمره 8. مكملين معاكم. وبمناسبه الصحاب بقى، عشان في حد بعت على الفيسبوك فان بيج يقول لي والنبي والنبي اقري المسج، بيصبح على صحابه. عبد الرحمن محمد بيصبح على مؤمن ولؤي وعمر، بيقول لهم احلى صباح على احلى رجاله في الدنيا، صباح الفل عليكم كلكم. ومكملين معاكم ولسه بنتكلم وبنناقش روايه شله ليبون اللي هي الحقيقه جميله جدا، وفي نفس ذات الوقت بتلخبط. ليه بقى؟ اقرا النص روايه كده او اجي وانا بقرا روايه احس ان هي روايه ايه، طبقيه ارستقراطيه، ومن ضمن بعض الشخوص احس ان هي بالعكس اشتراكية تنتقد الارستقراطية، وبعدين في النص اقول لا طب انا ليه بعمل كده، ما كل حد شايف وجهة نظر مختلفة. وبين بقى في صراعات لطيفة قوي، كلامهم عن الحجاب، كلامهم عن نقاشاتهم عن ابسط الحاجات اللي علاقة بالرولز بتاعت الحياة اللي بتحصل او حصلت للفنانة، اللي بتحصل او حصلت للصحفي اللي بقى اديب وهكذا. ايه بقى يا استاذ هشام؟ هي ابتدي بس ان يعني مثلا في انجلترا، وهي على فكره منشأ اليسار والشيوعيه، مش في روسيا بس اليساريين، جامعه كامبريدج دي جامعه مشهوره بان هي جامعه يساريه وفي لوردات يساريين، فحته الطبقيه في الفكر دي، سيبك بقى ان هو بيبقى لورد او مليونير وعنده فكر يساري ما بيطبقوش بس بيتشدق بيه، ده موضوع تاني، لكن خلينا بس ما نربطش دي. اولا هي رواية ما هيش ارستقراطية قوي، يعني فيها ناس فيها ابراهيم بس. يا استاذ هشام احنا هنهزر؟ فيها ابراهيم بس وبرده بسرعة بسرعة راح يعني نط بسرعة يعني. هي كانت لازم تتكتب في الحتة دي، وده عجبني جدا جدا جدا. انا مش بدعي ان انا ارستقراطي او حاجة، بس الحتة دي انا شايفها وحواليا بعرف اكتب عليها، وابقى كذاب لو حاولت اروح اكتب، مش تقليلا منها، بس في اساتذه عظام على عيننا وعلى راسنا وكتبوا في الحاره وكتبوا في الريف وكتبوا وطلعوا حاجات ثريه وجميله، عشان كده بقول ما حد الحته دي شائكه بالظبط. لو حاولت اكتب انا النهارده عن الحته دي هبقى كذاب، لان مش عارف اوصفها مظبوط او مش هبقى مقبول، فيمكن عشان كده. طيب الحياديه في وحضرتك بتكتب بقى انك تعمل حوار الابطال بيتكلموا فيه ليه علاقه برضو وجهات نظر، وجهات نظر دي بتتقال طول الوقت وفيها احترام برضو، لان الاصحاب الحقيقه بيحترموا اراء بعض في الاخر جدا، وفي تمدن كده في الحوار جميل جدا، بس في حاجات عكس بعض جدا يعني، وبتبين الصدمات دي في رايهم في قصص بعض يعني، بعيدا عن كل واحد بيسلك مساره اللي عمل ازاي وكده. عجبني جدا عدم الحكم او الجادجمنت ما بين الاصحاب وبعضهم، بس عجبني اكتر عدم الجادجمنت الكاتب على الابطال القصه دي. عملتها ازاي اصلا؟ لان انا عندي ايمان شديد ان الكاتب لو صوته علي، لو بان ان ده رايي، يبقى انا فشلت. اوكي. ليه؟ لان انا اما باجي اكتب بيبقى تحت ايدي ادوات في صوره اشخاص يقدروا يقولوا اراء. بس ما ينفعش لو انا عملت روايه كلها ارائي انا وما فيهاش الراي الضد وما فيش حياديه في نقل الرايين، يبقى انا عملت خطبه ما عملتش روايه. فالحياديه دي مهمه جدا.
بس صعبه يا استاذ هشام. اه طبعا يعني انا هقول لك صعبه جدا اعتقد. يعني انا وانا بكتب اما جات لي فكره ان ابراهيم يبقى بيكتب او بيتصور روايه وهي روايه متوازية او موازية للرواية اللي انا مش هي لا هي مو... لا انت يعني في الاخر مش هي لكن جات له نفس الفكرة البوكر والصحاب والسمعة بس حصل بيني وبينه تنافس يعني انا بقيت بكتب وهو بيكتب يعني احنا صوتين فحصل بيني وبينه بس في الاخر رحت ضربه كده قلت له اقعد على جنبه. الله ايه اللذيذة دي يا جماعة، موضوع ظريف قوي 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 وانا مستمتعة جدا جدا جدا. مش عايزة الحلقة تعدي، ما الحلقة بتعدي هوا سبحان الله. بليز ابعتوا اسئلتكم احنا جايين بكرة زار انا والسبعة ما ايوه صح احنا مستنيين السبعة برضو مش الستة ماشي. طيب عايزة اصبح على ياسر جدا بعد بيقول من شعب مصر لقاهرة الملل والروتين زهرة وضيفها المبدع استاذ هشام الخشن، بوجودكم لقينا الطبطبة. الحمد لله الحمد لله. طيب 92100 رقم الاس ام اس. للاسف الوقت الحلو بيعدي بسرعه جدا، بس مش همشي من غير بقى ما اعرف. انا طول الروايه بعمل كاستنج، وبعدين احاول اعمل كاستنج وهم صغيرين الاقي ان هم لما يكبروا مش هينفعوا، احنا عندنا ممثلين يا صغيرين قوي كبار قوي، وبعدين اعملوا لهم كاستنج بممثلين قدام، يبتدي بقى احمد رمزي وعمر الشريف يعني قدامي جدا جدا جدا، وبعدين ارجع اتخيل كريم عبد العزيز وبعدين اقول لا برضو، واتخيل الشباب الاقل وبعدين اقول لا صغيرين قوي، كريم قاسم واسر ياسين، اعمل ايه اروح فين؟ انا عايز العمل ده يتعمل. يعني حضرتك يعني بالنسبه للكاستنج انا في قراء كتير دخلوا في سكه عمر الشريف واحمد رمزي جدا. والحقيقة أنا حاولت بس ما عرفناش نوصل لوكيل أعمالهم يعني. نادية لطفي وسعاد حسني بس كلهم ما كانوش متوفرين الفترة. أيوة الله يرحمه الله يرحمه. يعني بصي في انت الهندسة هنا تخش في خطوات كويسة قوي هيتحول مسلسل ولا فيلم؟ اكسكلوزيفيتي ارجوك بقى ارجوك بقى احنا صحاب. وفي تيم قوي جدا جدا إيه؟ جدا لا دي مفاجاه بقى. طب فيلم انا بقول مسلسل ولا فيلم؟ قلتش حاجه بهين عليا ما قلتش مع مين، ما سالتش اي حاجه. بروبلي منصه يعني ميني سيريز او حاجه زي كده. ايوه بقى خمنت اوكي. والحقيقه انا مبسوط جدا لان ال التيم اللي ورا الموضوع الاسامي انا نفسي منبهر جدا ومش مصدق ان حاجه بتاعتي في الايدين دي. الله بس الحمد لله مفيش اي تفاصيل. طب مخرج انت مش شايفه المسدس المحطوط على راسي لو قلت حاجه؟ يعني اي حاجه كده وكانها فلتت يعني خبر كده يتسرب عند الباب هعطس بالاسم وانت طيب عامه انا في انتظار وبشوق رهيب جدا 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 لتحويل شله ليبوم صراحه العمل درامي لانه يستحقه، لانه في تفاصيل كتيره وانا طول الروايه شايفاه بيتحول وشايفه تفاصيله وشايفه كمان الحقب اللي حضرتك اخترتها سواء من السبعينات مرورا بالثمانينات للتسعينات لاوائل الالفينات 2010، دي حقبه بتبقى دايما انترستنج جدا جدا، ولما بتتحول فيجولي بتبقى ظريفه جدا جدا. فانا مستنياها على شوق ومستنيه الروايه الجايه على شوق. ايه اخبار الروايه الجايه؟ لسه هنا لسه في ذهني بس هكتبها بسرعه عشان اجي ازورك لان احنا ارجوك بقى. انت ما بترديش تجيبيني غير لما اكون كاتب روايه جديده فاضطر اكتبها بسرعه. ينفع؟ طب شلت ليبوم قعدت قد ايه بالمناسبه؟ ما بين شلت ما بين حدث في برلين وشلت ليبوم حوالي سنتين. ما بين الفكره والكتابه وتنفيذها وتخلصها خدت حوالي سنه وثلاث اشهر. سنه وثلاث اشهر عظيم جدا. الحمد لله. طب ممكن اقل بقى تسع شهور المره الجايه؟ ما انا هشغلكم بقى نعملها ميديا ونتفرج عليها في التلفزيون بتاع يعني هيبقى عندي برضو انترفيو بقى مع العصفور. يبقى عندي الانترفيو بتاع لما تنزل ايوه بقى كاتب العمل طبعا 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 انا نفسي تيجي كل يوم كل شهر. المشكله ان هو ما بينزل في التلفزيون بتنسونا احنا بقى وتركزوا مع المخرج لا وال لا مش انا والله بالظبط. وبعدين انا بتلكك لوجود حضرتك يا استاذ هشام يعني حتى لما بقول عايزه ترشيحات بكلم استاذ هشام الخشن لاني بثق في رايه جدا جدا أنا جدا فبجد بجد بجد سعيده بيك جدا سعيده بالروايه دي جدا جدا. اتمنى الناس تبقى خدت عنها فكره حلوه وكويسه وجميله وما نبقاش حرقنا برضو احداث ما اعتقدش احنا حرقنا حاجه بس
هتستمتعوا جدا 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 بهذه الرواية وعلى ضمانتي تماما تماما تماما. وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة للأسف، بجد نورتنا. مرسي ليك يا زهر، مرسي. شكرا. طيب بجيلكم بكرة في نفس الميعاد بقى، حلقة جديدة ومواضيع جديدة أكيد. وفكرة النهاردة كان عن شلة ليبون لهشام الخشن، وخلصت الحلقة وخلص الكلام. سلام.